وانت تمام وانا تمام. صباح الخير على حضراتكم، وزي ما حضراتكم شايفين تاني ايام الانتخابات الرئاسية بنلاحظ مع الساعات الاولى من الصباح واضطراب فتح اللجان الانتخابية في منطقة وسط البلد وجود اصطفاف للناخبين بكثافة زي ما حضراتكم شايفين استعدادا لعمليات الاقتراع والتصويت. طبعا اللجان معروف ان هي بتفتح الساعة 9 صباحا لامام الناخبين، في كل لجنة بيوجد قاضي ومجموعة من الموظفين اللي بدورهم بيسهلوا عملية الاقتراع وبيوفروا كل البيانات اللي بيستدل منها الموظفين على عملية الانتخاب، وبيتم توزيع الاوراق الانتخابية وحدوث عمليات الاقتراع في تنظيم كبير جدا من جانب القائمين على العملية الانتخابية، وأيضا هناك تعاون كبير ما بين المواطنين ورجال الشرطة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية. وشايفين ان في اصطفاف للناخبين بالأعلام وبالورود احتفاء بالاستحقاق الدستوري الهام لمصر علشان تتم عملية الانتخابات الرئاسية بشكل ناجح. ده محيط اللجنة الانتخابية في منطقة جاردن سيتي بوسط البلد. هناك اصطفاف للمواطنين، وهنلاقي ان في طوابير السيدات امام اللجان بشكل منظم استعدادا لفتح اللجنه واجراء الانتخابات. مظهر حضاري ولوحه حضاريه وتفاعل للمواطنين مع العمليه الانتخابيه باعتبارها استحقاق دستوري هام جدا لمصر. زي ما حضراتكم شايفين احنا في وسط الطوابير الكبيره اللي